طيب يا اخوان، تعال نشوف ادم وامير ايش تبنوا. زي ما شايفين، انا احكي لكم القصه، ولكن خلينا نشوف ايش بسوي ادم. ايش بسوي ادم؟ بالطعميه وبياكل عادي. وين اخو الثاني؟ طيب طيب، استنى شوي. كيف بما انه اليوم اول يوم رمضان، كيف حاسين انت وياه؟ حاسس بعطش؟ لا، احنا صايمين. طيب حاسس بجوع؟ لا. عندي احساس انه انت شارب. لا والله. طب انت؟ لا والله. طيب تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذه الزغاليل، ابوهم توفى. ايش كنتك تحكي؟ ماشي، بدي اديك مصروفك يا بابا، بس انا كنت اديك اياه الصبح في الايام العاديه، هلقيت رمضان مش هديك اياه. هلقيت هديك اياه وقت ايش؟ بعد المغرب. هاي البسه اللي والده تلحق قاعده في توم. بس على فكره مش اولادها، تعال افرجيك ايش القصه وبنرجع نحكي للمتابعين. اه صحيح. تعال بس تعال بس تعال تعال تعال. وين بلادها؟ خلنا نحكي للإخوة إيش نسوي. طبعا في كثير قلنا إنه ليش مش مزينين لرمضان. طبعا هدول جايب لي إياهم محمد. محمد الأي صديقنا جاب لنا إياهم، وهذا عملنا إياه السنة اللي فاتت. لقيت ضايل. فالإخوة اللي قاعد يقولوا لي ليش ما زينتش زي كل سنة، يا إخوان كنت مضغوط شوية، وكمان يعني في شوية ضغوطات كانت علي. فالحمد لله الحمد لله. طبعا يا اخوان ان شاء الله حنزين اللي هو المنطقة، بس هيك شوية اجواء وهيك، لانه اجواء رمضانية وهيك. فاللي حابب يضموا معنا للنهاية. تعال نشوف ايش نسوي، او ايش 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 البسة قبل ما تروح لاولادها. خلنا نشوف اولادها على اساس ان احنا نتأكد هل اولاد توم ولا لا. لا يا بابا، كيف مكسورة بتجري قاعدة؟ آخر مرة لقيتهم هان ولادها مش موجودين. مخداهم؟ لا يا راجل، وين مودياهم؟ كانوا هانا مش موجودين يا راجل، كانوا هان. أنا حطيتهم نقلتهم من غد لهان. شوف اللي كانوا هناك بموتوا؟ والله نقلتهم حطيتهم هان وحررتهم بعدين. هيها مش موجودة. طب وين ودتهم؟ معقول تكون مخداهم مكان تاني؟ يا عم تاخذهم من المكان، تحسسني مسكين هاجلها. طيب ما هو بدنا نعرف اولادها ولا اولاد توم، ولا مش اولاد توم. لا ده تو شفتهم بالشارع قاعدين ايش اسمه؟ طلع الحمامة من الكيس. الحق الدجاج اكلت اكل هذا. تمام، زي ما شايفين هذا الزوج ابوه مات، وكانت امه طعميه، فامه مش قادره تطعميه، يعني الام مش قادره تطعميهم. يا بطل ايش حاطين لهم عشان يرتاحوا؟ انت بطل انت. فادم قال انا خلص بتبرع انه اتبناهم، فتبناهم ادم. وامير يعني مش كتير مش كتير امير، بس ادم تبناهم اكثر شيء. عارف عارف. انا بشربهم ميه. بتشربهم ميه وبتعمل هيك، بتشربهم وبتشرب ايه؟ لا والله. تمام، خلينا نروح نشوف
الام والاشياء هذه. يا بابا ما شفت الكتكوت تبعنا هلقيت بنشوفه. يمني البسكليت من هون يا بابا لحسن يقع فيه. عارف انه امير. طيب بسم الله. مع انه يعني اول يوم في رمضان هيك هيك اساسا يا اخوان انا باكل بعد المغرب او بعد العشاء في الايام العاديه. يعني انا بقول في الايام العاديه يا ريتني صمت مش عارف. وحتى المقربين لإلي بيعرفوا الكلام هذا. يعني المقربين زي اخوتي وخواتي وزوجتي بعرف الكلام هذا انه انا يعني ما باكل. جيبوا مخروقه جيبوا مخروقه طلعها بالعجله. ما باكل الا بعد المغرب فالايام العاديه. فالحمد لله. طبعا خلنا نفوت نشوف الكتاكيت والزغاليل ونشوف ايش صار. ما شاء الله ايش هذا ما شاء الله. لا طلع قبل هيك عن جد. روح حط الحشره غاد عشان نجيب فيها الاكل تبع اليوم. يلا يا بابا قول روح بدبتك تجيب شويه حاجات زي السنه عصفور واشياء على اساس انه ماما تطبخهم ونفطر اليوم. حطها يا بابا غاد مطرحها. بابا حطها مطرحها لسه تقع مني ولا منك. تمام زي ما شايفين في هان كان زوج مش عارف كبران ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا هو وهي الثاني. هذول اولاد الانثى اللي طيرت ذكرها وتزوجت ذكر ثاني. زي ما شايفين واحد طالع ابيض والثاني احمر مع ابيض مع اسود. احمر اسود لا احمر كله على فكره كله احمر. اكيد هذه ام يابا. كله احمر يا بابا ولا ايش في اسود كله احمر. هي بيض هي ابيض هنا هان ابيض هي خفيف هاي. وبعدين بتغير مش بضلوا هيك نفس اللون. حنشوف الزغاليل الكبار ايش صار فيهم. انا ما اعتقد اولاد هذول اولاد الزوج هذول هذه وهذا وهذا تبعون تو الزغاليل هذا ابوهم نسيتهم. لا يا راجل طب بس سيب 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 عندك مرته عندك مرته. هيو بسم الله ما شاء الله يا اخوان. واحد اسود والثاني لا هذا اكبر ما شاء الله. الثاني احمر. اسمع خدهم شمسهم خدهم شمسهم خدهم معك. يلا يا بابا خد. لا لا خدهم شمسهم انا بجيب الزغلول هذا. هذول بنقدرش ناخذهم لسه لحم. لحم هذا لك يا بابا. ايه بضرب والله بضرب بهاوش. تمام يا اخوان. خلنا نشمس اللي هو الكتاكيت في البطير. بطير رسمي خد هاي هذا. امير امير اطلع اطلع من الجوره خليهم يتشمسوا. جيبهم جيبهم مع الشمس غاب. هي 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 بده ياكل. ابعد 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 عني مش ناقصني. ابعد عني انا زيك جوعان. فكس عين فكر اني. طبعا يا اخوان زي ما شفتوا كان منظرهم كثير كيوت. هم نازلين بياكلوا. طعميهم يا ادم جعانين كثير زي ما انت شفت. اول ما حطيتهم صاروا بدهم ياكلوا من اللي فكروا امهم او ابوهم.
اسمع واحدة 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 واحدة. افتح تمك، افتح تمها وحط لها واحدة واحدة. تمام يا اخوان، خلنا نشوف هان الكتاكيت هذه، نطلعها هيك شوية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انزل 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 انزل. هوب 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 هوب. يلا انزل انزل اتلعوا ويا هوب هوب هوب. طبعا نزلناهم نازلين بتلعبوا. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هنركب هذول اجواء رمضانيه. طبعا يا اخوان الجنه بتزين نفسها بشهر رمضان، فاحنا ليش ما نزينش اللي هو المنطقه هنا؟ ايش عامل؟ فانوس كبير. كبير. احنا فانوسنا عقدنا يابا. من وين لوين؟ من الزينق ولهان. من الزينق ولهان؟ اه. اول مرة تسمع عنه؟ طيب يابا. طيب هذا مكتوب عليها رمضان كريم. وهذا رمضان كريم. رمضان كريم. وهذا رمضان كريم. رمضان كريم. وهذه حلوة. خليها. وهذه حلوة. خلص نعلق هدول. ليه؟ ونشوف هدول نعلقهم جوا في البيت. البيت؟ يا. هذا وين بدك تعلقه؟ خليه زي ما هو، نشوف وين ما بنوديه. حطه هنا علقه. طيب خلنا نشوف ايش نسوي هنا وحنرجع لكم يا اخوان. يلا. A few moments later. طبعا تم هذا، قلنا نحطه في البيت. وعلقنا هان. واحد هيك والثاني هنا. على نفس اللون. اخذنا الفانوس علقناه هان. حطيناه هان، قلنا احلى. حطينا هان اللي هو حبل زينة. وهان واحد ثاني زي ما شايفين. هذه هي النهاية. مطرح ما بدنا نقعد يعني ناكل وهيك. الفطور نفطر وهيك. فاجواء هيك خفيفة. الحمد لله. يوم اخوك. يوم اخوك وقع. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذه هي الفيديو تبعنا لهذا اليوم. مش عارف قديش حينزل. هل حينزل اول يوم رمضان زي ما احنا اول يوم، احنا تصوير اول يوم؟ ما اظن، لان ما تم وقت. بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، انا اللي عجبكم. قدرنا نوصلكم لو فكره صغيره. حبايبي مرشح لكم يوم من غير السامة أكثر من الصلاة على النبي. أذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا أخوان.